السلام عليكم يا شباب، اليوم رجعت لكم فيديو تعليمي جديد. هذاك الفيديو تبع كيف تغير الاي دي جاب كتير، وانا في عندي مشاكل بالايميل، لايك قلت ليه ما بنعمل فيديو على الايميل وبجيب مشاهدة كتير. واذا انت هلا عم تتابع الفيديو حط اللايك وعمل سبسكرايب وهذا الجرس اهم شغلة، ومنشن الفيديو لاصدقائك اللي ما بيعرف كيف يغيروا الايميل. ولا حنبدأ يا شباب. اول شي منروح على الاعدادات من السيتنجز، منروح على الاكونت مانجمنت، منروح على الاكونت انفورميشن، منروح على اموندينجز اي دي ايميل ادريس، بتحط الايميل الجديد. ويا شباب حطينا هلا ايميلنا الجديد، نعمل بفاستخه فعال، بيقول لي بده كلمة السر. وهلأ يا شباب حنحط كلمة السر تبع ايميلنا بالبلاي ستيشن. يا شباب حطينا ايميلنا الجديد مع كلمة سرنا عشان نعمل سجن ان. وهلا حنعمل سجن ان. بسم الله نستنى حماس. وهلا عطاكم ويلكم جيمنج عرب 1، هو ايميلي فول ديز اندر ديل اوف يور بروفايل اون بفاستخ. هلا بدنا نعمل فيريفاي على ايميلك، حيبعث لك رساله. تعالوا نتفرج. اوكي وصلت، تعالوا شوفوه. وبتعطوا نيب فاستخه مشان يحفظها انه فيريفاي. نكبس وهلا قالكم انه صح حفظها. هلا بنعمل التالي، خيارات الاصدقاء وهيك عم يحكي لك عن الشغلات الجيمز ميديا. التالي والتالي. بسم الله. ويا شباب بكون نضاف ايميلكم بنجاح ولا خطأ. ولا تنسوا تمنشن الفيديو للي ما بيعرف كيف يغير ايميله، ابعتوا الفيديو لاصدقائكم. وبتمنى هذا الفيديو يوصل لل 100 لايك. ويا شباب بدي نجيب مشاهدة كتير، إذا مو 100 لايك جيبوا فوق 100 مشاهدة. وبشوفكم بفيديو تاني أو بس مباشر. باي.